تم تقليل الارقام اللي بتامن الامن المائي المصري في حالات الجفاف، وبالتالي ده كان امر غير مقبول، لان احنا مكلفين من الدوله المصريه بحمايه حقوق المصريين، ولا نستطيع التنازل عن متر واحد من المايه. وبالتالي لما تبتدي تقلل الارقام اللي انت المفروض تشتغل عليها في وقت الجفاف والجفاف الممتد لحمايه مصالح الدول في الداون ستريم او دوله مصر والسودان، ده لازم يتم رفضه. يمكن كمان كان في زج ببعض النصوص اللي هي المطاطه التي لا تعني الكثير وما تديش الحقيقه الهدف اللي مطلوب من النصوص دي، استخدام صياغات مطاطه زي ما بقول لحضرتك وصياغات غير ملزمه بشكل ما، دفع بعض الحاجات اللي تعطي اثيوبيا التغيير في الارقام في المستقبل بشكل منفرد، ده كان مرفوض شكلا وموضوعا، ويمكن النهارده كان الراي المصري حاسم في الموضوع ده، ان لا نستطيع التوقيع ولا حتى النظر في اتفاقيه يقوم فيها احد الاطراف بشكل منفرد بتعدين اجزاء فيها او ارقام فيها في المستقبل دون رجوع للطرف الاخر. يعني اي اتفاقيه في العالم بيتم التعامل معاها بهذا الشكل، وده الحقيقه اللي حصل باختصار في الغرف المغلقه في الاربع الاجتماعات اللي حصلت في الاربع شهور السابقه، وبناء عليه قرار الدوله المصريه هو انهاء المفاوضات في جميع اشكالها، وزي ما حضرتك قريت البيان. سيادة الوزير، يعني احنا داخلين نتفاوض على قواعد ملزمة لملء وتشغيل السد، من الواضح انه حصل يعني انحراف في مسار المفاوضات لكل الحاجات اللي حضرتك بتقولها لي. خلينا ناخدها واحدة واحدة. يعني ايه تقليل الارقام؟ اشرح لي كده يعني ايه تقليل الارقام، ماذا تعني؟ يعني احنا بنتفاوض على ملء وتشغيل السد الاثيوبي، ويهمنا حالات الجفاف والجفاف الممتد. يمكن الشعب المصري سمع الكلمة دي على مدار 10 سنوات السابقة بما فيه الكفاية، وهذا يعني عندما تكون الأمطار قليلة في أعالي النيل الأزرق أن تلتزم إثيوبيا بحد أدنى من التصرف يضمن الحفاظ على حياة الشعوب في الداون ستريم أو دول المصب. الأرقام دي كانت دايماً يعني بنسميها تريشولد، ليها رقم محدد احنا كنا بنتكلم فيه. في حاله الجفاف لما يكون شديد يتم تصريف هذه الكميه، في حاله الجفاف لما يكون شديد جدا يتم تصريف ذات الكميه، اذا استمر الجفاف عده سنوات يكون هناك رقم محدد، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. هذه الارقام بنتكلم فيها في فترات طويله جدا. طيب ايه اللي بيحصل بعد لما مرحله الجفاف والجفاف الممتد تنتهي؟ تحصل عملية إعادة ملء، بمعنى إن المنظومة كلها في النيل الأزرق والنيل الرئيسي في مصر والسودان وإثيوبيا هتكون فضيت، السدود كلها هتكون فضيت، كيف سنملأ جميع هذه السدود؟ يمكن النهارده وإحنا بنتحدث عن الملء الأول يمكن مناسيب هذه السدود معقول، لأن إحنا عارفين إن في دولة داخلة على ملء، فكل واحد مجهز نفسه، ولكن عندما يحصل جفاف الممتد وكل هذه السدود اللي في المنطقة مصر السودان اثيوبيا تفرغ الكميات اللي فيها وياتي الفيضان من جديد، كيف سنتعامل في اعاده الملء؟ هل سننتظر بعد جفاف 6 7 8 سنين كمان 3 4 سنين حتى تنتهي اثيوبيا من الملء منفرده في وقت يكون جميع السدود اللي في المنطقه فارغه؟ طبعا هذا الامر غير مقبول على الاطلاق، وهذا هو المعني بالتعديل وتغيير الارقام اللي كان تم المناقشه فيها قبل كده في واشنطن وبعد واشنطن.